بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي أبا الفضل العباس السلام عليك يا حامل لواء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين أيها المؤمنون الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته لا شك ولا ريب ان شخصية ابي الفضل العباس هي من الشخصيات المهمة والفذة عند اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وفي هذه الحلقات سنتناول ان شاء الله تعالى جوانب حياة هذه الشخصية الفذة المباركة. وهذا النتاج المبارك الذي حدث نتيجة اقتران شخصيتين عظيمتين الأولى هي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والأخرى هي فاطمة بنت حزام ابن خالد الكلابية والمكنات بأم البنين ولا بد من تقدمة لهذا النتاج هذا الارتباط وماذا نستفيد نحن من هذا الارتباط المقدس الذي حدث واسس له ليكون قطبا من اقطاب الطف ومن الشواخص المهمه في المشروع الحسيني العظيم الذي سيكون بعد ذلك. ابدا حديثي في الايه الكريمه المباركه بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. هذه الايه تشير الى ان الله سبحانه وتعالى قد جعل من انفسنا من نفس النوع، من نفس الجنس ازواجا لكي نسكن اليها والسكن هو الاستقرار الزوج يسكن الى زوجته والزوجه تسكن الى زوجها وهذا الارتباط المقدس الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وضع له شروطا لانه بناء يعني وضع له الاسس الصحيحه نحن نعرف ان كل بناء يحتاج إلى العناصر المهمة لقيام هذا البناء يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج فنعته بالبناء فعلا هذا الارتباط يبني أسرة والأسرة هي خلية من خلايا المجتمع وهذه الخلية إذا حصل فيها عطب أو خلل يمكن أن تؤثر على الخلايا الأخرى. بالنتيجة صلاح هذه الخلية يعني صلاح باقي خلايا المجتمع. فلا بد من التأسيس. فالبناء العادي نرى أن حينما يبنى تتوفر الشروط المهمة. المخطط المهندس الذي يخطط هذا البناء. والمواد الداخلة في إقامة هذا البناء في تنشئته. في ارتفاعه والبناء الذي يبني هذا البناء، اذا اذا توفرت هذه العوامل سوف ينتج بناء رصين ينتج بناء رصين ينتج بناء رصينا قويا يتحدى الاثار والاجواء التي تطرا عليه، واذا حصل لا سمح الله صدع في هذا البناء يمكن ان يداوى يمكن ان يصلح. فلا بد من ان نبحث في الخلل يعني الاساس في ذلك لم يكن اساسا صحيحا او هناك خلل في احدى عناصره هذا البناء المهم الذي هو بناء الاسره لاهميته ولكونه هو عنصر من عناصر بناء المجتمع وتنميه الاخلاق انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا فنرى ان الشارع المقدس لاهميه هذا البناء يتدخل في منهجه وبرمجه هذا البناء يضع لنا اسسا صحيحه ومثاليه لتنشئه هذا البناء فتاتي الاحاديث في هذه القضيه المهمه والعناصر المهمه في هذا البناء هو الرجل الذي يسمى بالزوج والمراه التي تسمى بالزوجه. يوصي في هذا الاقتران، يعني اهم عنصر اهم عنصر هو الصلاح هو التدين يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، اهم مساله هو التدين والصلاح لان اذا كانت المراه صالحه سوف يصلح الولد. وان شاء الله سنتطرق الى دور المراه في تنشئه شخصيه الولد. من جانب المراه ايضا يوصي يوصي الاب الذي هو ولي, ولي الامر الشرعي لهذه البنت الاب او الجد الاب يوصي ان يزوج كريمته الى الانسان المتدين. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إذا التدين عنصر مهم أيها الأحبة في هذه القضية في هذا الاقتران كما ورد عن إمامنا الحسن عليه الصلاة والسلام في ذكر المتدين قل هذا الرجل المتدين ان احب المراه اكرمها وان كرهها لا يظلمها اذن ليس هناك ظلم لماذا لانه يخاف الله سبحانه وتعالى اذن هناك التدين هو العنصر المهم في هذا البناء اذن الشارع المقدس يوصي الرجل بان يختار المراه الصالحه في هذا الاقتران لانها ستكون اما بعد ذلك واذا اصبحت اما صالحه تكون كالشجره المثمره التي تؤتي اكلها كل حين يعني هذه المراه ستربي جيلا صالحا هذا الجيل الصالح بعد ذلك سيكون اب او سيكون ام ايضا يربي جيلا صالحا كذلك حينما نزوج هذه المراه الكريمه التي ستكون في عهده ذلك الرجل اذا كان متدينا اذا كان صالحا اذا كان ينفق يعني يراعي المسائل الشرعيه، يراعي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذه وصيه الى الرجال يقول: اوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت أي ايمانكم، فيوصي الرجل لأن هذه واقعا تكون أسيره عنده، لابد ان يراعي حقها، يعطي حقوقها. يجب ان يحافظ على حقوق ويؤدي حقوق المرأه، كذلك واجب على المرأه ان تؤدي حقوق زوجها. وهذا منين ينبع؟ ينبع من التدين. ومن اين يأتي التدين؟ يأتي من تربيه سابقه لهذا النشأ الذي اصبح الان زوجا. او زوجه اذا احبتي الناحيه الدينيه مهمه جدا في اختيار الزوجه او تزويج الرجل هذه القضيه الشارع المقدس يوصينا بها لكن للاسف ما يحدث الان وهذا الغرض من هذه الحلقات ان نبين مدى الاستفاده من هذا الاقتران القضايا التي حدثت لأهل البيت ومر عليها أهل البيت وقام بها البيت ماذا نستفيد منها نحن المشكلة المشكلة أن وصية أو وصايا أهل البيت من النبي والأمة صلوات الله وسلامه عليهم في هذه الزيجات أن لا ينظروا إلى الأمور الكمالية الأخرى يعني مثلا قضية المهور المهور العالية وما يطلبه أهل المرأة من الرجل بغض النظر عن التدين لا ينظرون إلى تدينه إلى التزامه ماذا يفيد المال إذا لم يكن مقرونا بالتدين الإنسان إذا ما عنده دين وهو ملياردير أو مليونير وعنده أموال ولا يراعي حقوق الزوجة يعني لا يهتم بشؤون هذه الزوجه لا يراعي اوامر الله واوامر النبي صلى الله عليه واله وسلم في حق زوجته او لا يبحثون عن الاخلاق لا يسالون عن اخلاق هذا الزوج فترى هناك مشاكل كثيره تحدث نتيجه سوء الخلق من قبل الزوج تجاه زوجته هذه الامور لابد ان تراعى، يعني ان يكون هناك سؤال عن حياه الزوج، عن وضعه، عن اخلاقه لان الاخلاق احبتي امر مهم. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اذا كان الزوج خلوقا مع زوجته هذا ايضا ينعكس على حال الاطفال حال الاولاد بعد ذلك. قضية جدا مهمة إذا لا هناك مقدمات هناك أمور سابقة لهذا الزواج كذلك المرأة لا بد أن تكون صاحبة أخلاق حتى وإن كانت من الجميلات يقولون الجمال بلا أخلاق كالوردة بلا رائحة إذا الأخلاق من قبل الزوج والأخلاق من قبل الزوجة فإذا كان هذا الرجل اللي هو الزوج يراعي المسائل الشرعية يعني يلتزم بالشرع بالش... بال... الحنيف وصايا النبي قبل النبي وصايا الله سبحانه وتعالى يراعي وصايا الله تعالى أمر الله وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فالرحمة والمودة لابد أن يجتمع لكي ترتقي الأسرة إلى أعلى مراتب السعادة الموده لوحدها لا تكفي والرحمه لوحدها لا تكفي انا اود شخصا احب شخصا احب ولدي ولكن في بعض الحال لا ارحمه نتيجه ارتكابه خطا معين او انا ارحم شخصا كان يكون فقير يكون فقيرا ولكن ليس بيني وبينه موده اذن الموده وجعل بينكم مودة ورحمة فلا بد أن تجتمع المودة والرحمة حتى ترتقي الأسرة إلى أعلى مراتب السعادة المهم أحبتي من كل هذا أن نقرأ منهج أهل البيت حياة أهل البيت هذه السيرة العطرة نرى كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وآله مع أزواجه كيف يتعامل أمير المؤمنين كيف يتعامل أئمتنا مع أزواجهم كيف يتعامل الصلحاء مع ازواجهم وناخذ من هذه السيره العطره منهجا وطريقا لحياتنا حتى تبتعد عنا المشاكل ونبتعد عنها ولا نبتعد عن هذا المنهج القويم ونلازم هذا المنهج حتى تستقر حياتنا ونعيش بدون مشاكل وبدون اضطرابات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين